أحد أسبابه تفاقم الاحتباس الحراري وأثاره المرتقب على البيئة معروفة لدى العلماء. سيتغير محيطنا الطبيعي جذريا. من أبرز آثار تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري ذوبان جليد القطبين. يعتبر العلماء أن هذه العملية قد تسارعت خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن استمرارها سيؤدي إلى عواقب وخيمة. سينجم عن ذوبان الجليد تغير المناخ العالمي بطريقة جذرية، ستتصحر أراض شاسعة وستزول العديد من المدن الساحلية جراء ارتفاع مستوى البحار. يقدر العلماء أن أقطارا بأكملها ستكون تحت تهديد ارتفاع مياه البحار، وأن جزرا كجزر توفالو الموجودة في المحيط الهادئ ستزول تماما. سمية، هل يمكن إيقاف ارتفاع نسبة الاحتباس الحراري؟ بالطبع يمكن ذلك باتخاذ حلول فورية وعاجلة لتقليص من انبعاث مثل هذه الغازات المتسبب الرئيسي في ارتفاع درجة الحرارة كثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس، كذلك المحافظة على الغطاء النباتي للكرة الأرضية، المحافظة على الغابات وإنشاء مساحات خضراء. وما هي الحلول التي يقترحها الخبراء الدوليون للحد من هذه الظاهرة؟ يقترح فريق الخبراء للحد من هذه الظاهرة استعمال الابتعاد عن استعمال الوقود واستبداله بطاقات جديدة ومتجددة كطاقة رياح وطاقة شمسية، كذلك اتباع آليات التنمية النظيفة في إقامة المشاريع والمحافظة على وسط بيئي نظيف والابتعاد على كل ما بشأنه أن يلوث الهواء. وكيف يستطيع الأطفال أن يشاركوا أيضا في مكافحة تفاقم الاحتباس الحراري؟ بالطبع للطفل دورا هام يمكن أن يلعبه من خلال تصرفاته اليومية كإطفاء الإنارة بالغرف الغير مستعملة، الابتعاد عن استعمال المفرط للحواسي والآلات الكهربائية، كذلك المحافظة على الوسط البيئي، الابتعاد عن إتلاف الأزهار في الحدائق العمومية مثلا، للمحافظة على وسط بيئي سليم ومناخ سليم.